بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس سينما 4D and After Effects. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيبقى على ازاي ان احنا نقدر نعمل مقدمة نشرة او نيوز انترو بالسينما 4D والافتر افكت. طبعا انا في البداية بدأت ان انا نقي مشروع بسيط وبعد كده نبدأ نطلع اعلى فاعلى فاعلى. هو المشروع اسمه 7 داي نيوز انترو، هي مقدمة نشرة او تقريبا بريكنج نيوز، مش فاكر هي على اي تلفزيون بالظبط. عامة هي موجودة على يوتيوب، ممكن تبحث بالعنوان ده هتلاقي السامبل اللي انا هعمل محاكاة ليها موجودة قدامك. السامبل هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده السامبل. طبعا زي ما احنا شايفين ده هيتم صنعه جوه الافتر افكت بالاوبتيكال فليرز. الدخله اللي انتم شايفينها اللي هي فيها موشن بلار دي هيتم صنعها جوه السينما 4D. تمام. طبعا لو احنا شايفين ان دي بتكمل خلاص بعد ما بتقف، دي هنقول ازاي برضو بتعمل في السينما 4D مش في الافتر افكت. بعد كده بتبدا تثبت في مكانها وتبدا بعد كده تخش اللي هي 7 داي نيوز، برضو تم صنعها في سينما 4D. طبعا مش شرط ان دي كلها تعمل في سينما 4D، ممكن تعملها في زاكس وركس، لكن بزاكس وركس الحركه دي هتبقى صعبه شويه. يعني بزاكس وركس الحركه دي هتبقى صعبه شويه. يعني اللي يحب يحترف الدروس الخاصه بزاكس وركس ممكن يخش على منتديات فكرنا او موقع فكرنا، اللي هي الاخت نهايه سعيده. هي بصراحه عامله مجموعه قويه جدا 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 من الدروس في زاكس وركس بالذات، سواء ان كان السي اس 5 او السي اس 4، في اللي هو بلجن السربنتين، وفي هنا الفهرس الكامل بتاع الدروس بتاعتها. تقدر ان انت تخش تنزل دروس قويه جدا 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 لزاكس وركس، ان شاء الله بصدد تدريسها في مركز طريق الجرافيك التعليمي بالقاهرة. في حاجة كمان عايز ان انا انوه عليها. زي ما احنا شايفين انا قلت ان ده ممكن مش شرط تعمل بالسينما، ممكن يتعمل بالزاكس وركس، لكن لو اتعمل بالسينما او لما هنعمله بالسينما 4D هنشوف ان هنستخدم في الشغل ده المجراف. هنستخدم في الشغل ده المجراف، هنستخدمه في الحركة، سواء الحركة للوجو نفسه او الحركة اللي موجودة لل 7 داي نيوز. المجراف والداينامكس الاتنين وجهين لعملة واحدة. انا نزلت كورس في طريق الجرافيكس اللي هو في المركز التعليمي، اتكلمنا فيه عن المجراف بطريقة مبسطة جدا، والحمد لله بفضلك يا رب بطريقة احترافية جدا. ناقشنا كل ما يتعلق بالمجراف. يعني لو انت شفت الديمو التعليمي هتلاقي ان كل دي اشكال تم انشائها بالمجراف. طبعا اللي هيشوف هيقول اشكال بسيطه، لكن الاشكال البسيطه دي بدايه الحركات معقده جدا 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 وتطبيقات معقده جدا بالمجراف والداينامكس. طبعا اتكلمنا على حاجه زي التحطيم او التكسير ببلاجنز وبدون بلاجنز جوه السينما 4D، الارتطامات، الشكل اللي هو الهالو او اللي مش متماسك قوي. في بعد كده التأثيرات على الكلام برضو، كل الكلام ده بالمجراف. بعد كده اتكلمنا على التريسر اوبجكت. التريسر اوبجكت ده برضو من الحاجات المعقدة جدا. في الموس بلاين، في بعد كده التريسنج ده، والماجنتكس او الاتراكتورز. تمام. كل الكلام ده موجود في المجراف، سواء ان كان في 11.5 او ان كان في سينما 4D 12، ولو ان 12 الموضوع بتاع الداينامكس بالذات مختلف شويه. ده انك ازاي بتحول كلمه بطريقه جميله جدا جدا بالثينكينج بارتكلز والمجراف لشعار، او بتحول جسم من حاله لحاله تانيه سواء بالثينكينج بارتكلز او بالشغل المجراف العادي اللي هو بالماتريكس اوبجكت والكلونرز، برضو بتحول من كلمه لكلمه. الاكسبلود او التحطيم ناقشناه، ارتطام الاجسام ببعضها وتاثير كل جسم على التاني برضو ناقشناه. كل الكلام ده
موجود في الكورس ده، تحريك مراوح الطيارة الهليكوبتر، طبعا كل الكلام ده بالاكسبريسو اللي هو ربط جسم بجسم او نتيجه بنتيجه، ده الموس بلاين وازاي انك انت تعمل بيه اشكال. دي بقى اللي جميله جدا، ان هدف متابع او زي مثلا صاروخ متابع هدف ووراه لغايه ما بيكسره، دي مثلا ممكن تستغلها في انك تعمل منصه صواريخ بتضرب هدف معين. طبعا كل ده في البارتكل سيستم والمجراف والداينامكس. بالاستناد على اللي احنا قلناه هنبدا نعمل المشروع بتاعنا اللي هو محاكاه للشكل ده. المشروع بتاعنا زي ما احنا شايفين هيبقى فيه زي ما احنا قلنا شغل زي ما احنا شايفين، ادي الدخله بتاعت الجسم بتاعنا، طبعا كل الكلام ده بالمجراف والافكتورز. ادي الاستكمال اللي احنا قلنا عليه، وبعد كده هتخش حركه الكلام زي ما احنا شايفين. لو احنا جينا نعمل ريندر سريع للنتيجه عشان نشوف النتيجه جوه السينما قبل ما نطلع لافتر افكت. طبعا احنا يعني انا مش عايز ابقى يعني متأيد قوي بنفس الالوان ونفس الدرجه ونفس الخامات، تمام؟ لا، احنا بنتكلم على مبدا صناعه انترو زي دي، هنبقى كلوز قوي ليها، هنبقى قريبين قوي ليها. طبعا انت تقدر بقى انك انت لو عايز تحكيها تطلعها بالكربون، تقدر بقى تغير في الخامات شويه، تغير في الالوان شويه، في الانعكاسات شويه، لغايه ما هتطلع ان شاء الله. لكن الطريقه اللي احنا هنقولها باذن الله. دي كانت انترو سريعه للدرس بتاعنا، ان شاء الله تستفينوا معانا واشوفكم على خير في اول محاضره من الدرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.